منخفض السيال يؤثر على السلطنة، والذي يعتبر أول حالة مدارية لهذا الموسم، حيث أن مواسم بحر العرب تنقسم إلى قسمين، الأول في شهري يونيو ويوليو، أما الثاني ففي شهري أكتوبر ونوفمبر. تصنف الحالات المدارية في بحر العرب إلى ثلاث أنواع: إعصار مداري، عاصفة مدارية، ومنخفض مداري. بالنسبة لهذه الحالة فهي لم تتطور لتصبح عاصفة أو إعصار، بل صنفت على أنها منخفض مداري فقط، جالباً معه أمطار غزيرة وتوقعات بتشكل السيول وجريان المياه في الأودية والشعب. من المتوقع أن تشتد الحالة مع ساعات فجر وصباح يوم الثلاثاء على السلطنة، وقد قامت السلطات بنشر التحذيرات والتوصيات اللازمة للمواطنين، بالإضافة لأنه تم تعليق الدراسة وتحويل التعليم عن بعد. من المتوقع أيضاً أن تمتد فرص الأمطار يوم الأربعاء لأجزاء محدودة من شرق الإمارات وجنوب شرق المملكة العربية السعودية. ومن هنا من مركز طقس العرب سنوافيكم بآخر التطورات والتحديثات الخاصة بهذه الحالة أولاً بأول، تابعونا.